السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس غطت وسائل الإعلام العالمية والعربية تقرير أو دراسة صدرت عن معهد كاربون تراكر، وهو معهد أو فئة متخصصة في متابعة انبعاثات الكربون. وترون هذه الدراسة في كل مكان لو بحثتم عنها، للذين لم يقرأوا عنها. تقول الدراسة بأنها تتوقع انخفاض إيرادات الدول النفطية بمقدار 13 تريليون دولار بحلول 2040، وهذا يمثل حوالي 40% في المتوسط من موازنات الدول النفطية، وبالتالي فإن اقتصادات هذه الدول في خطر وأنها ستنهار. طبعا من غرائب الصدف أن 13 تريليون دولار هي مقدار الدين العالمي أيضا، فهي في نفس الكمية، ولكن هذا صدفة. على كل حال، من الواضح أن وسائل الإعلام لم تقم بواجبها بالتحري عن هذا المعهد وعن الدراسة. الحقيقة أنها ليست دراسة وليست تقرير. 13 تريليون دولار هي الفرق بين توقعين. أعطيكم مثال: لو شخص بده يشتري ثلاجة وراح على محل واكتشف أنه سعر الثلاجة 2000 ريال، ثم ذهب إلى محل آخر واكتشف أن سعر الثلاجة 1700 ريال، فيعود إلى بيته ويقوم بدراسة ويقول أن المحل الذي يبيع الثلاجة ب 1700 يخسر 300 ريال إيرادات، ثم يضرب 300 ريال في عدد الثلاجات التي يمكن أن تباع ويقول أن هذا المحل يخسر هذه الكميات. هذا بالضبط ما قام به كاربون تراكر. للأسف طريقة غير علمية، طريقة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال. الذي قاموا به هو أنهم اختاروا سيناريو من وكالة الطاقة الدولية. وكالة الطاقة الدولية تصدر سنويا عدة سيناريوهات، فاختاروا سيناريو من وكالة الطاقة، والذي افترضت فيه، لم تتوقع، والذي افترضت فيه أن يكون سعر النفط 40 دولار، ثم انتقت رقم 60 دولار من دراسة قامت بها مؤسسة ريستاد النرويجية الاستشارية، وحسبت الفرق بين 40 و60 وقالت أن هذه هي خسائر الدول النفطية وأنها اقتصاداتها ستعاني بسبب هذا الفرق. لا يمكن قبول هذا المبدأ بأي شكل أكاديمي أو استشاري أو أي شكل من الأشكال. لذلك التقرير ليس له قيمة. إذا كان تقريرا، هو ليس تقريرا، هو مقارنة بين توقعين فقط وليس دراسة. من العجائب أيضا أن وكالة الطاقة الدولية نفسها في تقريرها السنوي قالت أن هذا السيناريو لن يتحقق. فإذا كان وكالة الطاقة الدولية تقول أن هذا السيناريو لن يتحقق، كيف يقوم هذا المعهد بتبني هذا السيناريو، ثم تقوم وسائل الإعلام بنشر كل هذه القصص وتخويف الناس على هذا الموضوع؟ هناك إشكالات أخرى، هناك إشكالات تتعلق بمن ألف التقرير، ولكن سنركز على الأفكار ونركز على الأشخاص. ولكن باختصار، ليس هناك متخصص واحد ممن كتبوا التقرير في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية. والسلام عليكم.